ارتفاع الدين الخارجي لمصر، عنوان أكيد شفته في جريدة أو أي موقع إخباري. الأرقام لوحدها ممكن تخدعك وتفهمك إن مؤشر الخطر بيقرب بقوة من الاقتصاد في بلدك، خصوصاً لما تعرف إن الدين ارتفع من حوالي 124 مليار لحوالي 138 مليار. لكن الحقيقة غير كده، ولو ما تعرفش إن مصر كل يوم بتنجح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، يبقى لازم تعرف إن بلدك قدرت تقلل الدين الخارجي، واللي وصل عام 2017 ل 108% عشان يبقى 88% خلال السنين الأخيرة. يعني إيه الكلام ده؟ وإزاي والأرقام واضحة قدامنا؟ ببساطة لازم تعرف إن حجم الدين مرتبط بحجم الإنتاج، يعني اللي هيخليك تسدد كل ديونك هي القدرة على زيادة مصادر الدخل. عشان كده دول زي أمريكا واليابان رغم إنهم أكبر دول عليها ديون خارجية، إلا إنهم مش قلقانين بسبب ضخامة قدرتهم على الإنتاج. وهو ده اللي مصر بتعمله من خلال نمو الاقتصاد وافتتاح مشاريع ضخمة وزيادة الأيدي العاملة، وده اللي بيؤدي بدوره لزيادة الإنتاج وتقليل الدين. خطوات مصر في اتجاه المسار الصحيح مش كلام وخلاص، دي شهادة من أضخم المؤسسات الاقتصادية، واللي بتؤكد إن مصر في وضع اقتصادي آمن حتى في أسوأ الظروف العالمية وأبرزها جائحة كورونا. ده بالإضافة لعودة مصر رسمياً مرة تانية للمؤشر العالمي جي بي مورغان الخاص بالأسواق الناشئة بعد خروجها عام 2011، وهو اللي بيؤكد وجودنا على خريطة الاقتصاديات المستدامة والقدرة على الإنتاج وتخفيض الدين الخارجي خلال السنين اللي جايه.